يعني كلنا عارفين عشق حضرتك للحرف وللأزياء المصرية. هل يعني تعاملك مع المعماري الكبير حسن فتحي وبدء دراستك لهذا هو اللي دفعك لهذا المجال؟ يعني أي دراسة بتبقى يسبقها نوع من الحب أو العشق حتى؟ لا حضرتك، أنا كنت يعني بدرس أكاديميا كل ما يختص بالفن الإسلامي، من مقتنيات المتاحف، من العمارة، فكان عندي خلفية أكاديمية قوية. بس هو اللي عرفني على، هو اللي أخذني أول مرة في أواخر الستينات لما كان بيبني في باريس في الواحات، فتعرفت على الواحات قبل ما باريس. تتغير وتتحول إلى تقليد للمدن الإقليمية، بقى كان لها طابع. فعرفت الواحات، طلعني النوبة، فشفت النوبة في وقت كان يدوبك هيبتدي تتهد، يعني من خلاله تعرفت على أجزاء مناطق كتيرة من القطر المصري قبل ما يحصل لها الدمار وتتصفى فيها التراث. وزي ما أقولك، هو اللي قال لي كده، قال لي هم بسطاء مصر اللي احتفظوا بتراثك، روح اتفرجي. فبقينا نروح نبص في نجاده. نجاده النهارده اتهدت، كان زمان بواباتها جميله، دلوقتي المازل فيها ناس شيك. ورحنا اتفرجنا في النوبه على القرى النوبيه، رحنا طلعنا في الواحات، بس الداخله والخارجه، وكان لسه قرى جميله اختفت تماما دلوقتي وبقت مدن عاديه زي المدن الموجوده في حته تانيه. فهو اللي عرفني على اهميه هذه المناطق في الحفاظ على التراث. طب هذه المدن القديمة، هذه القرى القديمة، حضرتك بتقولي إن كتير منها اتهد. طيب أين ذهب محتوياتها؟ بس طبعاً اتباعت، لأن الناس لما كانت بيجوا لها السياح، والناس طبعا وقتها ما كانش فيه اهتمام قوي بان يبقى في مجالات عمل في المناطق النائيه، فكانوا بيبيعوا صيغتهم، وبيبيعوا حليهم، وبيبيعوا القش، وبيبيعوا كل حاجه بتتباع، والملابس. فانا وقتها انا ابتديت اجمع من الستينات، فلحقت جزء من اللي كان بيتباع. يعني مثلا كان ما نطلع الصعيد على المراكب، كان المراكب لما تقف عند الهويس عشان تنتقل من مستوى لمستوى على نهر النيل، كان المراكب بتقف، كان يجوا لنا الناس اللي بيبيعوا جلاليب التلج، ويفتحوا احنا اللي بقى في على المركب، وهم يفتحوا بؤج من ويورونا الجلاليب، ونتفق على السعر، ويبعتوا لنا يلفوها لنا في قماشه ويبعتوها، واحنا نبعت لهم السعر من، يعني عشان اوريكي ان حصل تصفيه. يعني ما كنت طلعت مع حسن فتحي في قصور ثقافة الواحات، كان واخدني يوريني القش والملابس والحلي. لما رحنا، هو كان راح قبلها بسنتين، وبعدين قامت 67 الحرب، فاحنا رحنا بعد 67 عشان كان عايز يعرف هيحصل ايه في مشروع باريس، وعايز يتكلم مع المحافظ واللازم منه، فاخدني قصور ثقافه. لما رحنا قصور الثقافه ما لقيناش ولا حاجه من المنتجات اللي كانت موجوده، لان الناس اللي جايه من القاهره واسكندريه وعامله قصور الثقافه كان بتعلمهم يقلدوا التريكو بتاع الاجانب، وبيعملوا زي لعب صغيره كده بتتجدل بالبلاستيك. كلهم كانوا بيعملوا حاجات كده. فحسن بيه لما وصل في قرص الثقافه بتوع الخارجه، قال لهم فين الحاجات بتاعتنا؟ فين القش؟ ايش ما كناش لاقيين. وبعد ما هو يعني كان فعلا عنده استياء شديد، فمدير القص قال لهم دوروا على اي حاجه. في وقت واحد دخلوني في اوضه وتحت ترابيزه متغطيه بمفرش، جابوا لي كل القش من تحت الترابيزه. فاللي عايز اقوله ما كانش في اهتمام، بالعكس اللي جايه من القاهره واسكندريه كان عايز يفرض انماط المدينه على القرى، ما كانش جاي يدعم التراث الخاص بيهم.